تراجع نادي قضاة مصر عن موقفه من المشاركة في مؤتمر العدالة الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، وأعلن عن مشاركته عقب اجتماع دام قرابة الساعتين مع مجلس القضاء الأعلى بعد حصول النادي على تطمينات بتحقيق مطالبهم، واشترط للمشاركة عدم عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى والانتظار لحين انتخاب مجلس النواب. توافق الجميع على أهمية عقد مؤتمر العدالة، وأنه قضاة مصر مهتمين بالمشاركة في مؤتمر العدالة بما يحقق الصالح العام ويحقق استقلال القضاء ويحقق استقلال القضاة، وبما يتوافق مع ينشدونه من أهداف ورغبات طالما ناشدوا ونادوا بها وآخرها في جمعياتهم العمومية الأخيرة. من جانبه أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه سوف يقوم بعرض ما سيسفر عنه مؤتمر العدالة الثاني من نتائج بخصوص بعض التعديلات المرتقبة لبعض القوانين على الجمعيات العمومية لقضاة محاكم الجمهورية لإبداء رأيها فيها. إن المجلس يؤكد بأن ما سيسفر عنه أعمال المؤتمر من اقتراحات بتعديلات لهذه القوانين سوف تعرض على جميع الجمعيات العمومية لقضاة محاكم الجمهورية لإبداء رأيها فيها قبل عرضها على المجالس العليا للهيئات القضائية. محاولات واسعة يبذلها وسطاء لتقريب المسافة بين رئاسة الجمهورية والقضاء، والتي كادت أن تصل إلى طريق مسدود بعد التظاهرات الحاشدة التي خرجت بها جماعة الإخوان المسلمين ضد القضاء وطلبتهم بالتطهير. نسرين فؤاد، هنا العاصمة. قضاة مصر وقضائها هو يعني أحد، يعني هو سند أساسي للدولة المدنية، هو سند أساسي لأي دولة تريد الحياة بعدل. لما ندور على عدل لابد أن نبحث عن القضاء والقضاء. الحقيقة أن القضاء بيتعرض لهجمة شرسة منذ بداية هذا النظام، وهذه الهجمة الشرسة تحاول أن تكتث البعض من يعني تكتث أجزاء كبيرة وأعداد كبيرة جدا من القضاء لصالح أهداف أخرى. والحقيقة إحنا بنقولش كلام يعني بنجيبه من دماغنا، إحنا بنقول كلام عبر عنه وكشف عنه قيادات من الإخوان المسلمين اللي قالوا إن إحنا والله هنشيل 3000 و3500 قاضي، والله القضاء في مصر ده فاسد وإحنا هنغيره ونغير شكله ونغير قضاته. ولكن القضاء والقضاء يقفون يعني الحقيقة وقفة صلبة أمام كل هذه الهجمات، ونحن في ذلك ندعمهم ونؤيدهم بوضوح شديد جدا. اسمحوا لي أن أرحب بسيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وعد الرجال الذين يقفوا ووقفوا ويقفون حتى هذه اللحظة صامدين أمام هذه الهجمة الشرسة. سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور يا فندم. أولا خليني أسأل حضرتك، ماذا فعلتم النهاردة في اجتماعكم مع مجلس القضاء الأعلى؟ ماذا قلتم لهم بشأن المشاركة في مؤتمر العدالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اجتماعنا اليوم مع مجلس القضاء الأعلى الموقر اجتماع استمر ما يربو على ساعتين، وطبعا كان المحور الحديث هو المشاركة في مؤتمر العدالة، وشرحنا بإسهاب شديد تحفظاتنا واعتراضنا على بعض النقاط، وعلى فكرة المؤتمر من أساسه إذ أنها تأتي في وقت غير مناسب بالمرة، ولا سيما أن الدعوة إلى المؤتمر لم تكن وليدة فكرة نبتت من داخل البيت القضائي، وإنما هذه الفكرة ألقيت داخل مؤسسة الرئاسة، فضلا عن أنه الحالة الاحتقان اللي في المجتمع كله التي يمر بها المجتمع المصري
لا تجعل المزاج العام او العقل الجمعي او العقل العام في حاجة الى او مهيأ للتحاور بشكل ايجابي، بعيد عن التخوين وبعيد عن التطاول وبعيد عن مفردات مثل هذه. وده كان الموقف المبدئي لنا، انه الوقت غير مناسب للمرء. بالاضافة الى انه المؤتمر العدالة الاول هذا جهد قضائي بحت الذي دعا الى المؤتمر ورعاه منذ ان كان فكرة في رؤوس القضاء حتى اصبح حقيقة واقعة ابتداء وانتهاء، هم القضاء من خلال نادي. ثلاثة، ما اشيع او ازيع او صدر من بيانات عن المؤتمر جعلنا غير مطمئنين الى جدوى عقد هذا المؤتمر الان، ويدعونا الى ان نتشكك في مصداقيته والاهداف المبتغاه منه. يعني لما يكون هناك اصرار شديد على ان القوانين التي المشاريع القوانين التي سيتمخض عنها المؤتمر تعرض على المجلس التشريعي، مجلس الشورى حاليا، لا هو قيل كده بالضبط في البيانات انها ستعرض على المجلس التشريعي، واحنا بنقول نحرر محل النزاع ونكون اكثر دقة واكثر وضوح ونقول المجلس التشريعي القادم. يبقى المراد به مجلس الشعب. لماذا؟ اولا هذا القانون هو اهم قانون مكمل للدستور في مصر، والقاعدة الدستورية والقانونية تحتم ان يكون قانون بهذا الشأن يعرض على الغرفتين، لابد من عرضه على مجلس الشورى ثم على مجلس الشعب. ثانيا، مجلس الشورى مع احترام الشديد له قائم على تكتلات حزبية حازت الأغلبية في ظروف كلنا نعلمها. انتخبوا 7% من المصريين ولم يكن يعني من وظائفه التشريع أصلا. نعم، وبالتالي لا شك أن مجلس الشعب القادم سيكون ممثلا لأطياف كثيرة في المجتمع، هو المختص أساسا وهو صاحب السلطة الأصلية والأصيلة في سن التشريعات إلى آخره. 4، ما ظهر أو ما لاح في الأفق خلال الفترة الماضية من مشروعات بقوانين أو اقتراحات بقوانين قدمت من أحزاب 3 تنبئ بوضوح عن التربص والكيد والمكيدة لقضاة مصر، بل ولتدمير المعبد القضائي على رأس من فيه وبالتالي على رأس المجتمع. المشروعات دي تكاد تكون افصاحا عن توجه او عن رأي في المجلس. صحيح انه ليس رأي المجلس بأسره، لكن هذه قوة مؤثرة. لما يكون من بينها الحزب الحاكم او حزب الاكثرية وحزبين اخرين من التابعين له والدائرين في فلكه، يجعلنا نشعر بنوع من الخوف. صحيح ان هناك قوى اخرى في داخل مجلس الشورى عبرت عن رأيها بوطنية وبصدق وباحترام وساندت القضاء والقضاة، وهي تساند اولا واخيرا الوطن. انما هذه الهجمة الشرسة اللي حضرتك تفضلتي واشرت اليها في بداية او في مقدمة كلام حضرتك تجعلنا نتوجس خيفة من انه القانون يطرح على هذا المجلس، لا سيما بقى انه كمان هذا المجلس ليس مخصصا للتشريع الا في حالة الضرورة، وحالة الضرورة بمعناها القانوني والفقهي مش موجودة، لانه احنا ماشيين يعني لا المحاكم توقفت ولا القضاء توقف، ونستطيع ان نقول ان القانون الذي نصب اليه او نتطلع اليه هو من قبيل المحسنات او المكملات، ولذلك انا اميل الى ان يكون اسمه قانون تدعيم استقلال السلطة القضائية.
فلكل هذه الأسباب أحجمنا عن المشاركة في المؤتمر، غير أن فريقا من القضاة لا نستطيع أن نهمل رأيه أو نقفز فوق رغباته، بدا وكأن له رأي آخر، أن عدم المشاركة نوع من الهروب من المواجهة، وأنه ربما لا يشارك النادي ويستمر المجلس منعقدا ويخرج ما في الجعبة من مشروعات قوانين وتعرض وتقر على ذات النمط الذي جرى عليه الحال في الجمعية التأسيسية. وهنا لا نلوم إلا أنفسنا، وبالتالي هناك فريق بيطالب بهذه المشاركة وهو ورأيه له وجاهته. اليوم أنا عرضت على المجلس الموقر التخوفات الآتية واللي أشرت إليها آسف، وطلبت على سبيل الوضوح وبكل دقة وبكل صراحة وبكل شفافية ما يأتي. أزيل هذه العقبات، نشارك مشاركة فعالة وجماعية. الأول أن تعلن الرئاسة أن ما سينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لا تعتمد إلا بتوافق القضاة وبمناقشتها بينهم والرضا عنها، لن يعرض على مجلس الشورى، وإنما هو مؤجل للطرح على مجلس الشعب القادم أو مجلس النواب القادم. اثنين، مع الترحيب بكافة التيارات وكافة الرموز الوطنية وكافة أفراد الشعب المصري على اختلاف مشاربه، فإننا نربأ بأنفسنا أن نجالس خصوما لنا تفوهوا بألفاظ وقحة نالت من شرف القضاة ومن سيرته ومسيرته، فينبغي ألا يدعى مهما كان منصبه ومهما كان اسمه ورسمه في الدولة المصرية. كل من سجل عليه، ونحن نسجل ذلك، نحن لدينا أرشيف من 6 شهور كل واحد تفوه بلفظ، أن لا يرد إلينا مدعوا لا محاضرا ولا مستمعا من قال فينا قولة باطل أو قولة سب أو قذف. ثالثا، بالنسبة للجدل الدائر حول النائب العام، الرغبة عارمة في صفوف القضاة ألا يشارك النائب العام في هذا المؤتمر لا بشخصه ولا بمن يفوضه، وإنما النيابة العامة تشارك. رابعا، أن ما سينتهي إليه المؤتمر يعرض على الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر فيه ومناقشته وإقراره. الحقيقة المجلس كان أبدى بعض المرونة و بعض المرونة، يعني مش كل المرونة، لا مش كل المرونة طبعا، فيما يتعلق بمسألة عدم العرض على مجلس الشورى، قال احنا نرجئها للجلسة الأولانية ويمكن أن نتحدث فيها مع سيادة الرئيس، أو بنفس النص كده السيد المشار رئيس المجلس قال كلموا الرئيس، انتم قالوا ماله نكلم الرئيس، انتوا اللي تكلموا دكتور مرسي. نعم، امال دور مجلس القضاء ارتأوا هذا او قدروا هذا، ونحن نحترم رغبتهم، واحنا مش عايزين الامور. الحقيقه هو المؤتمر في هذا التوقيت يعني اكاد احس طاره انه فخ منصوب للقضاء. ليه يا ستر؟ اما ان ينفجر القضاء من داخله في خلافات لا طائل من ورائها الا الفرقه، وإما أن تداري هذا فتلتئمي مع نفسك وتلتئمي مع مجلس القضاء، وقد يكلفك هذا الالتئام مش مكاسب تروح، مكتسبات تضيع، كالعبث بالسن والتعيين والعبث بمسائل تلمحي منها للوهلة الأولى أنه القوانين مش كده، محدش بيفكر في قانون كده، القوانين إما عقابية لا حاجات بسيطة جدا ما تقلقش
دي مؤثرات صوتيه، مؤثرات صوتيه عندنا ولا استقبال؟ يعني يا ربنا يستر، بس واضح ان في ناس مش حابه وجودنا مع بعض. طيب. بس ما فيش مشكله. نرجع تاني انه ان حضرتك قلق من ان يكون هذا المؤتمر فخا في القوة. اما انك انت تنفجري من داخلك فيتحول قضاء الموحد الى حد كبير الان، او المتحد الى حد كبير الان، الى اشلاء متناثرة تحت عدة عناوين متفرقة ومتناقضة. ولانه اللي قاد الى هذا الموقف، يعني انا ما اعرفش حد يفكر في قانون يقولك انه القاضي لما ينتدب للانتخابات وهو عمل لا يباشره الا قضاة مصر، وعمل ليس لصيقا بالعمل القضائي، وعمل يعرض القضاة للعنت والارهاق والمدلة والتنابز بالالقاب مع حضرتك عارفة الانتخابات وما عادش فيها، انه القاضي مش من حقه يمتنع، وكأن سيادته يتحدث عن، انا ما احبش اقول ادنى واعلى، لان اعتقد ان بني ادم كلهم عند الله متساوون. بس انما انما في علم التشريع هناك درجات طبعا. حينما تتحدث عن القضاء، اذا لم تكن تعلم من هم القضاء فاصمت يرحمك الله، اسكت. مين ده اللي يجبرني على ان اروح انتخابات؟ حط 100 قانون، حط 1000 قانون، حط ده لك، هذا لك انت. لا يستطيع احد ان يجبر القاضي على عمل الا القانون المتفق عليه على انه قانون سوي صادر عن اسوياء. القانون لا يعرف اجبار القاضي، ولكنه يعاقبه حينما يمتنع عن الفصل في قضية بتهمة انكار العدالة. برضو ما فيش اجبار، ده احنا لغينا الطاعة، ده احنا الطاعة بس متعودين. لما يجوا تاني يقولك انه مهما حدث مش من حقك تعترضي او تعلقي العمل او تضربي، هذا منصوص عليه في مواثيق دولية. اللي يكتب مشروع قانون ده لازم يكون قاري، لازم يطلع، لازم يعرف يعني ايه معاهدات دولية، لازم يفهم انه لما مصر توقع على معاهدة دولية كأنها بذلك قد اقرت هذه النصوص، وصار لها يا استاذة، صار لنصوص المعاهدات التي توقع عليها مصر الاولوية في التطبيق على القانون الداخلي، على الاولوية في التطبيق، اعلى، صارت اعلى مرتبة من نصوص القانون الداخلي. طيب انا حاجي للمعاهدات الدولية لاحقا، لان اتهمت حضرتك بانك تستقوي بالخارج، ولانك تستخدم هذه المعاهدات لاستدعاء امريكا لتتدخل، واستدعاء الامم المتحدة لتتدخل، بس خلي ده لاحقا. اذا حضرتك عندكم اربع، ما انا بعد اذن حضرتك عشان الجملة تبقى طيب مفيدة. اتفضل. كل هذه التخوفات أبديناها في حضرة المجلس وفي حضرة الزملاء، ومنها ما تم. ايه اللي تم يعني ايه اللي توافقتم يعني حوله؟ يعني كان لنا ملاحظات عديدة على تشكيل اللجان. اللجان يرؤسها الأحدث وفي عضواتها الأقدم. احنا عندنا القضاء والجيش، مسألة الأقدمية دي مسألة قدرية، مسألة ما فيش التفاف. صح احنا بدأنا نشوف انه بدأ التفاف، لانه لما يكون المقصود انك انت تهدمي هيئة او كيان بهذا الـ 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 بهذا الـ بهذه العراقة، ان تخش الاول على الشكليات، تقول لك لا ده مش مشكلة، تجيبي وزير معاونيه او مساعديه اقدم منه بعشرات السنين، فيبقى هنا الاحدث مش يرقص عشان احنا ما عندناش رئاسات، لكنه يوجه الاقدم. وحسنا فعل. احب ان انا احيي معالي المستشار محفوظ صابر مساعد اول وزير العدل، الذي اثر ان يعلي من شأن الثوابت والقيم والتقاليد القضائية، واثر الانسحاب في صمت بعد تعيين معالي الوزير الحالي. هل عندك اعتراضات على تعيين معالي الوزير؟ انا ما عنديش اعتراضات عليك كشخص، ما عنديش اعتراضات اطلاقا على ولا على غيره، لكن انا
اعترض على انه هي سلسلة ممتدة منذ تعيين المستشار احمد مكي، وهي نظرة احادية. وانا قلت في التعليق السريع على التقرار، السيد الدكتور والجهاز النظام الحاكم يرى بعين واحدة، هو لهم لا يبصرون في القضاء الا تيارا واحدا، منهم لله الصحفيين بقى اللي سموه تيار الاستقلال. فهذا مش في مصلحة القضاء ومش في مصلحة النظام الحاكم انه يبقى هذا المكان ارث لفريق معين بنمط معين وتفكير معين، وسايب لك 11-12 الف قاضي بينهم كفاءات نادرة. انا لا اشكك في الرجل، وهو رجل على دين وعلى خلق، انما لماذا الاصرار على العبث بثوابت ظلت منذ كان القضاء وكان ينبغي ان تظل حتى يرث الله الارض ومن عليها؟ ازاي النهاردة مثلا راح مجلس القضاء الاعلى يهني الوزير؟ انا وقفت قدام هذه الزيارة. احنا ال 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 متهيلي مصر كلها وقف. الحقيقة مصر كلها وقفت، مجلس القضاء الاعلى شيوخ القضاء يعني، لما رئيس مجلس القضاء الاعلى والوزير يجوا راكبين اسانسير او نازلين سلم او طالعين سلم، من يتقدم من؟ مش بس كده، هو ان مجلس القضاء الاعلى مجلس القضاء الاعلى لا ينتقل، ينتقل اليه الاخرون، ولكن مجلس القضاء الاعلى منذ انتقل الحقيقه الى الرئاسه مره واثنين وثلاثه خلاص بقى يروح لاي حد، مع احترامي طبعا لشيوخنا شيوخ القضاء يعني واجلهم وكل شيء. مما اعترضت عليه ايضا عشان نلم المساله دي كلها وتبقى واضحه، في لجان تختص بمشاكل الخبراء، ولجان تناقش مشاكل الطب الشرعي، ولجان تناقش مشاكل الشهر العقاري. انا مالي ومال الكلام ده؟ دي كلها في النهاية شفت اللي بيشبط حد في حد. هو المؤتمر عشان ايه؟ ما انش عارف ايه هدف المؤتمر يا سيادة المستشار. يعني انا هاجي النهاردة فيما يتعلق باخواننا في الشهر العقاري او الطب الشرعي، عايزين يبقوا هيئة مستقلة وناس عايزة تبقى معاها الحصانة. انا لا شأن لي ان اقول ده من حقه ولا مش من حقه، ولا يتخذني خصم، ولا ينطلق لسانه بما لا ارضاه. انا مالي؟ انا يعني هو وكأني، وقد يكون بعض الظن اسم، وكأني المح انه احنا عايزين نشبط دول كلهم في دول، احنا عايزين نفتت المنظومة. بالاضافة الى انه القطاع العريض اخواننا واشقائنا واصدقائنا وزملائنا في الدراسة السادة المحامين، القانون فيه نقاط تماس. انا بطمن السيد النقيب من هذا المنبر الحر، وبطمن اخواتي محامين مصر جميعا بكافة انتماءاتهم واطيافهم، لا نادي القضاة ولا قضاة مصر يقبلوا المساس باي حق مكتسب لرجال القضاء الواقف لمحامين مصر، او يعسروا او يرضوا بان يعسر عليهم احد مهمتهم في الدفاع عن الناس. وانا ارجو ان تصل هذه الرسالة الى جميع محامين مصر يتقدمهم السيد النقيب الاخ الفاضل الاستاذ سامع عاشور. طب قبل ما اخرج من خلال ما هو انت عشان تخرج مرة، كل هذه التخوفات قلنا احنا عايزين لجنة لقانون السلطة القضائية، ولجنة للقانونين اللصيقين به، هما قانون الإجراءات وقانون المرافعات. الباقي ده ماليش دعوة به، حتى مع احترامي الشديد وحبي وتقديري لإخواننا في الهيئات القضائية الأخرى، كل هيئة جديرة بأن تنظم مؤتمر لنفسها، هي قد أعدت قانونها تطبيقا للدستور الجديد. التجميع دي كلها ما فيش من وراها شيء يحمد عقباه. وفي الآخر وآخر ما ختمت به، أنه القانون يحتاج إلى وقت، محدش يستعجلنا ويقول أصل احنا حددنا بداية المؤتمر يوم كذا وينتهي يوم كذا، قد ينتهي قبل الميعاد المحدد لأنه منوط بأداء مهمة، وقد تطول المهمة إلى ما بعد الميعاد المحدد، فمحدش يستعجل ناس بيعملوا مستقبل للعدالة في مصر. على إثر هذا
وعلى اثر ما تم من اتفاق. اتفقتوا على ايه بقى؟ اتفقنا اولا انه سينظر في امر انه نفض الاشتباك ما بيننا وما بين السادة الخبراء والشهر العقاري والطب الشرعي. تمام. اتفقنا على انه اللجان التي كان سيرقص فيها الاحدث الاقدم يعاد تشكيلها. اللجان التي لم تكن بها اغلبية قضائية سيعاد تشكيلها لتكون بها اغلبية قضائية خاصة لجنة قانون السلطة القضائية. ثلاثة انه لن يدعى احد عيب القضاء او قال فيهم حرفا يسيئه. طب وماذا عن موضوع النائب العام؟ عدم حضور. لا السيد المشار رئيس المجلس الموقر قال انا ما اقدرش ما امنعه من الحضور. طب وماذا عن قضية رئيس الجمهورية وان هو يعني انه لا يعرض القانون على مجلس الشعب؟ قال في الجلسة الاولى اطلبوا هذا من السيد الرئيس وسنطلبه. سنطلبه في الجلسة الاولى. ان استجيب لنا هنكمل. لم يستجب لنا هننسحب. طب ما هو ممكن ما يقولش حاجه لا اجابه بنعم ولا اجابه بلا. ما حضرتك لا, لا 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 احنا لا هنقدر نعرف الاجابه. احنا نقدر نستخرج الاجابه من الصمت. نقدر بس ما تخافيش. ولذلك بقى في النهايه هتشاركوا يعني ولا لن تشاركوا؟ انا هقول لحضرتك اهو البيان اهو. ده البيان ده مش مع حد في مصر كلها. اتفضل. لانه برضو حق الجمهور حق المشاهد حق الشعب المصري حق الاعلام انه يعلم حقيقة ما حدث. وكأني كنت اتحدث الى الاعلاميين جميعا من خلال منبرك. أشكرك. الام. اشكرك. اتفضل. تم اليوم اجتماع موسع مع مجلس القضاء الاعلى الموقر ضم رئيس نادي قضاة مصر والوكيل الاول والسكرتير العام وبعض السادة الزملاء رؤساء اندية قضاة الاقاليم. جرى خلاله بحث جميع الأمور المتعلقة بانعقاد مؤتمر العدالة الثاني. وقد أسفر الاجتماع عن التوافق حول أهمية المؤتمر لتحقيق الغاية المرجوة منه وبما يتوافق مع مصالح القضاء والقضاء وصالح المصريين جميعا، وذلك على ضوء قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاء التي انعقدت بتاريخ 24/4/2013 والله ولي التوفيق. طب انا افهم ايه من ده يا سيادة المستشار بعد اذن حضرتك؟ افهم ان هذه بادرة من بين ثنايا ما كتب اننا لم نرفض وايضا لم نقبل، ولكننا يعني علقنا امر المشاركة على محذوف هو الذي النقاش الذي جرى بيننا وبين المجلس الموقر واللي أشرت لحضرتك إليه. إذا أجبنا إلى ما طلبنا سنشارك بفعالية تامة، إذا لم نجب نشارك ليه؟ عند هذا الكلام الهام جدا والمفاجئ اسمح لي أن أخرج فاصل قصير وبعد الفاصل نتابع هذا النقاش. إذن هناك طلبات واضحة، إذا أجيب القضاء أو نادي القضاء لهذه الطلبات هيكملوا يشاركوا، إذا لم يستجب لهذه الطلبات لن يشاركوا ويبقى الأمر معلقا. فاصل ونرجع.